لسانيات السعودية والكويت. هذا الموضوع ما يخلص بحر، وعساه ما يخلص، لأنه موضوع حيل حلو وموضوع يربطنا ويقربنا لبعض، فعساه ما يخلص ولا ينقطع. والكويت والسعودية عينين براس واحد، ورحم الله فهد الفهود. بهذه المقدمة نلاحظ عدة أمور. الكويت ليست في كوكب آخر، وليست فقط جار للسعودية، إنما بلد مصاهر لشرق المملكة العربية السعودية، كما الأردن مصاهرة لشمال غرب شبه الجزيرة العربية من السعودية. يعني السعودية والأردن المناطق الحدودية بينهم يكون في تصاهر وتلاحم، فيكون في تشابه في العادات والتقاليد، مثل اعتناء أهل تبوك بالزيت، الزيتون والزيتون بشكل عام، حتى تلقى لهجتهم مشابهة للناحية الأردنية. تجي للجنوب، إلا لهجات أهل الجنوب مشابهة بالسرعة والإيجاز اليمني الجنوبي، فتلقى الجنوبي كلامه سريع والصوت ما هو ممطوط، واللهجة خشنة وقوية، خشنة وليست قبيحة، إنما خشنة. في ناس يحورون الكلام ويتنمرون ويعيبون على القبائل والشعوب، وهذا عصيان لله سبحانه وتعالى الذي خلقنا شعوبا وقبائل لنتعارف وليس لنتعارك. فنعم، في خشونة وقوة في اللهجات الجنوبية المحاكية للبيئة الجبلية اللي تكون جبالها عالية وقاسية، فبالتالي الصوت يكون فيه ارتفاعات محاكية للبيئة. ولكن الجانب الشرقي من شبه الجزيرة العربية البحري تلقى الكلام ممطوط نفس الموج، وتلقى فيه استعداد أن السالفة بدل ما تصير ساعة تصير ساعات، لأن إما أنهم عند الشاطئ جالسين على نفس المكان يصيدون السمك يحدقون به، مو إحنا نسمع خطر محدق، فإحنا نحدق بالأسماك فنسمي هذا الشيء حداق، ننطق القاف قاف تميمية، قالوا وقلنا وقمر وقلب، هذه اسمها القاف التميمية، تسمى القاف البدوية كذلك. فاللي يحدق يبي يسولف، فبالتالي تلقى طبيعته أنه فيه استعداد كبير للفكاهة، لأنه بيكون في مركب يروح للهند مو ساعات مو أيام مو أسابيع بل أشهر، روح رايح راد أشهر، فتلقى البيئة الحساوية الزراعية والتي فيها كذلك صيد للأسماك تعتمد على الكثير من الانتظار، وبالتالي يركزون على مسألة أنه عادي تسولف سالفة طويلة حيل، عادي عنده استعداد انه يسمعك بتسولف، لان البيئه تحاديه تحده على هذا الشيء. ولكن البيئه الجبليه لا، تحده على الايجاز، فتلقى الافغان بيئه جبليه، الروس من الناحيه الجبليه فيهم نفس الشيء، في مناطق اسبانيه فيها نواحي جبليه تلقى نفس الشيء اللي يكون فيه ميل للإيجاز والسرعة. فتلقى البيئة الجنوبية اللي هي نجران وجيزان تلقى الشعر فيه مثل القناصة، يمسك المعنى عدل، لأن الكل ما يبي يسمع سالفة مدتها ساعة، يبي تكبس بدقيقة تعطي جرعة فيها معاني قوية ودسمة. فإذا كل بيئة لها
مميزاتها. مثل لما الحين تقول الأفضل البرتقال ولا التفاح، المقارنة بكبرها غير صالحة، لأن كل له فايته وكل له مميزاته اللي بجمعها الإجمالي تخلق لك المجتمع المتكامل، فيصير لك كل نوع من أنواع التنوع. فهني تتنوع الفنون، تتنوع أنواع الأدب، وكذلك الابتكارات والإنجاز. فإذا بهذه المقدمة نستوعب شغلة حيل بسيطة، بالكويت مو كلهم يتكلمون نفس الشيء. بالكويت في منهم اللي يتكلمون نفس أهل الجنوب، ها، بس احنا قلنا ان الكويت مكانها اقرب للحساء، مو جيزان ونجران ولا الرس مثلا، عشان نقربها شوية، ها نقربها بالخريطة، مهي جنوب جنوب ولكنها. اذا هذا شنو معناته في موضوعنا اليوم، السعودية والكويت واللسانيات، وتروح كذلك للناحية شوية غربا، شوية 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 تدخل على نجد، شوية 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 صوب على صوب الحجاز وكذا. شنو معناته؟ ان الكويت غذيت بجميع لسانيات السعودية، لان مختلف سكان مناطق السعودية او مواطنو السعودية الاصليين ليسوا منفصلين اجتماعيا وثقافيا عن أهل الكويت، والكويت ما بينها وبين السعودية مسافة مائية بحرية. يعني شنو؟ يعني الاتصال كان مستمر، واللي عنده مركب ولا ما عنده مركب، سفينة أقصد، يجي. فإذا السعودية والكويت جغرافيا من حيث المسافة ميهي أبعد من قطر والبحرين والإمارات اللي كذلك متصلة بالسعودية اتصال بري وليس بحري، وعمان واليمن. إنما الكويت والسعودية اتصالهم المميز له عوامل التاريخية وكذلك التجارية، لأن الكويت لما تجي تاجر في الكويت كخريطة هي البداية اللي قبل العراق بشوي، العراق في ذلك الزمن العثماني، فأنت تجي على الحدة على الحافة اللي هي غير عثمانية، تجي للكويت تاجر، تمشي على مدى البحر، يعني هذه الكويت وتمشي بالبحر، تمشي على الساحل، ما تغامر تروح بعيد، لا تمشي على الساحل، وانت منت مضطر انك تروح بعيد، لا انت تمشي على الساحل. فانت التاجر على هذا المدى، تدخل على الشرقية السعودية تتجاوزها كلها شوية اللي انت، وعلى دربك البحرين وكذلك قطر، تمر الى الامارات، تمر الى عمان، وراها ترد ترجع الى الكويت. فالكويت كانت محقن تجاري وثقافي، وهذا اللي يهيئ لها انها تكون منطلق الاعلام الخليجي. فلما تشوف التاريخ الاعلامي الكويتي تاريخا خليجيا قد يكون اكثر من انه حتى كويتي، قد يكون، بمعنى ان من كثر اللهجات اللي بالتلفزيون الكويتي، احنا يا اهل الكويت لما نشوف اي مسلسل كل عائله كويتيه تقول بهالمشهد قالوا كلام لهجتي، وهم عائله كويتيه اللي يشوفون التلفزيون، تلقى جيرانهم يقولون اللقطه الثانيه قالوا كلمه من لهجتنا احنا. لعل ابرز مثال على ذلك موسوعيه لهجات ابو عدنان الله يرحمه، بمعنى أن المواطن الكويتي الواحد لا يتكلم بمدى هذه الموسوعية من اللهجات. فالممثل البارع شو يسوي؟ ما يحد نفسه بلهجة واحدة من لهجات الكويت، فيتكلم بجميع لهجات الكويت. فلجاء يتكلم بجميع لهجات الكويت، تشوفه نطق بجميع لهجات الخليج، لأن
جميع اللي في الكويت خليجيين العروق، قلة قليلة يكونون من الناحية الأغنى شمالا، واللي قبل النفط ما كانوا يبونه، قليل جدا اللي يجونه، كما سائر شبه الجزيرة العربية كحالة اقتصادية. احنا نتكلم الحين ما قبل النفط، كان اصلا اللي يروح العراق يعني فعلا كان يروح العراق الملكية، كان شلون انت اصلا تعيش في بلد ديناره كان 3 دولار واحنا كنا على الروبية، يعني يترك دينار 3 دولار قيمته ويجي الى الروبية؟ هذا حال اقتصادي عادي، مو معناته بلد احسن من بلد، احنا نتكلم عن احوال اقتصادية ادت الى ظروف تسدد اماكن الحياة عادي. فبالتالي الكويت جدا متغذية خليجيا، وهذا تشاركها حدوديا مع السعودية مقابلة بالزبير خلى تفاعل الكويت والسعودية مع العراق نفس الشيء ترى. يعني في ناس كثار يحسبون ان الكشكشة، وما هي الكشكشة كما وصفها ابن جني، وممكن تكتبون الكشكشة للدكتور محمد حسان الطيان الله يحفظه، دكتورنا بالجامعة للغة العربية. الكشكشة هي صوت مزجي ما بين التاء والشين، أخبارك علومك تشبدي، صوت مزجي ما بين التاء والشين. فالحين يا أحبابي بعطيكم مثال، يعني شوف مثلا نقول تشبدي، تشبدي احنا في عقلنا الجمعي الخليجي نقول هذه ما يقولونها الا اهل الكويت فقط لا غير، وان بالسعوديه ما يقولون تشبدي يقولون تسبدي، في مناطق تقول تسبدي وفي مناطق كثيره تقول كبدي، كاف صريحه غير مكشكشه فيقول لك كبدي. واحنا اصلا عندنا بدونا كثير منهم، البعض ليس الكل، اللي يقولون كبدي، بدو اهل الكويت ما يقولوا لا تشبدي ولا تشبدي، يقولون كبدي. طيب هذا التنوع اللي في الكويت، ان في اللي يقول كبدي وفي اللي يقول تشبدي وفي اللي يقول تشبدي، عفوا بالكويت ما نقول تشبدي، لا ما دي، اذا في عائلتين يقولون تشبدي ممكن اي، بس لا بالكويت احنا نقول يا اما تشبدي او كبدي. زين هذا الحين التنوع اللي في الكويت، اغلب الناس لما تشوفهم في مختلف مواقع التواصل الاجتماعي يقول لك لا يوجد في الوطن العربي نهائيا اللي يقول تشبدي ويقول ومخاطبته للمراه الكاف المؤنث انه يخليها تشا اللي هي صوت المكشكش، يقول هذه ليست موجوده الا بالعراق وان هذه ملك للغه الفارسيه فقط لا غير. زين فالحين اللي يروح للشرقية يلقى تشبدي في الحساء، البحرين تلقى هم تشبدي، ها الإمارات وحتى قليل جدا في عمان تسمع تشبدي، وقطر إذا ممكن تقول لا هذه لكلهم لأنهم جيران إيران فأصبحوا يتكلمون بحرف فارسي لا تملكه إلا اللغة الفارسية. أقولك موجود بالكردي، موجود بالتركي، موجود في لغات ألطائية اللي هي العائلة اللي تشمل التترية والأذرية، موجودة بالإنجليزية بالبرتغالية، بتقولي البرتغالية لأنهم جوا للخليج قبل، موجودة
قبل لا يجون البرتغال، موجودة قبل لا يجون العثمانيين. وأزيدك من الشعر بيت، والحين عاد المفاجأة الكبرى، موجودة قبل لا تدخل إيران للدين الإسلامي، موجودة قبل الإسلام، كما وصف ابن جني في سر صناعة الإعراب كتابه: ظواهر لهجات الجاهلية. فشبدي هذه الصوت المزجي، ظاهرة الكشكشة اللي نفسها ظاهرة أخرى وهي التاء والسين بصوت المزجي، تشبدي تشبدي نفس هذا، هذا بالشرق وهذا بالغرب، وليس في كل القصيم وليس في كل نجد، ولكن موجود. طيب، وإذا قلت لك أن هذا الصوت المزجي كذلك موجود بالروسية، وكذلك موجود في اليونانية، ويكتب باليونانية هذا الصوت تاف مع زيتا باليوناني. فباللغة اليونانية لما تقول جابر، كما السفارة اليونانية في الكويت لأمير القلوب رحمه الله، وفي الأخبار اليونانية عن الشيخ جابر الله يرحمه، كانوا يقولون تسابر، لأن اللغة اليونانية لا يوجد فيها حرف جا، فيصنعون صوت مزجي تاف وزيتا، هذا في الأبجدية اليونانية، هذه اسمها تاف وهذه اسمها زيتا، فيكتبون تسابر. مثلا واحدة اسمها جميلة يقولون تسميلة، واحد اسمه جمال يقولون تسمال، زين؟ فالجيم يخلونها تسا. طيب أقول لك هذه لغة من حضارة فيها نفس الصوت اللي موجود بالقصيم وبنجد، ذيك الساعة أقول لك خلاص كلهم هم يونان، كلهم يونان وخلاص. هذا جهل، هذا جهل. مثل لما تقول إن تشبدي صوت تشا موجود في بلاد فارس، خلاص أوتوماتيكيا هو ملك للغة الفارسية. أصلا العرب لما كانوا يقاتلون الفرس ما قبل الإسلام، لما كانوا يقاتلونهم قبل الإسلام، يعني ما كانوا يقاتلون مسلمين ضد الإمبراطورية الفارسية، لا، كانوا عرب ضد فرس. الفرس في تلك الحقبة حتى اسمهم ما كان اسمهم فرس، كانوا أهل بلاد بارس بالباء. فلما أسلموا وصار خطهم عربي، كلهم على بعضهم قالوا لا، عاد نقول با، العربي ما يقدر يقول با، العربي يقول فا، فإحنا كلنا ما راح نصير البلاد بارس كما في الإنجليزي بيرجن، كما في اللغات الأوروبية با، واللغة الفارسية ليست سامية، اللغة الفارسية هي هندية أوروبية، يعني اللغة الفارسية أقرب للأجانب والأوروبيين منها للعربية. فهم كانوا بالتاريخ اليوناني مثل ما كتب هيرودوت وصفا لبلاد فارس كان يسميها بارسوس بالباء، وكانوا هم أصلا قوميات يختلف على الجذر الأصلي 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 لهم. ففي من أول بأنهم من الكاردوخيين، لهم من دائيين كرد، وبالتالي في من قال، وأنا ما وجدت مصدر لهذه المعلومة بالتحديد اللي بقولها الحين، أنا المعلومة اللي أقول لك ماني متأكد من مصدرها أأشر عليها وأقول ترى ماني متأكد من مصدرها، اللي هي إن ابن خلدون قال إن الكرد بدو فارس، وإذا قال إنهم بدو فارس يعني هم أصل فارس، البدو هم أصل أي مجتمع، هذا شيء بديهي. فبحثت قلت يلا تقولون ان ابن خلدون قال هالشيء، باي كتاب؟ ما لقيت، لا بالمقدمه ولا بكتاب المخصص للتاريخ، لم اجد. ولكن عموما صوت التشا هو مو الصوت الموجود في اللهجه الكويتيه كحرف، هو كصوت مزجي. تبي دليلك؟ ان صوت اتش مالنا يفرق عن تشا، احنا اللي عندنا اتش نفس اللي بالقصيم انما على سين اللي هو اتس،
يعني بالقصيم يقول لك سين بس، يقول لك سبدي، ما يقول سبدي، هو يدمج يقول شبدي، تاء وسين، تاء وسين عفوا. بالقصيم ما يقول سبدي، يقول تسبدي، يمزج التاء والسين. احنا نمزج الشين والتاء، مثل ملك مملكة أوروبية غير إسلامية اللي هي المملكة المتحدة، شنو اسمه؟ لما ينكتب بالنطق الصحيح يدمجونه ويكتبون الملك تشارلز. الحين انطق التاء والشين نطق بطيء، تشارلز، تشارلز، ما تقدر، لأن مخرج حرف التاء بالضبط قبل صفة الأسنان الأولى، فلما تيجي على حرف الشين وتدف الهواء بعد التاء شنو الصوت اللي يطلع؟ تشارلز. تحقق صوت تشا اللي ينكتب بالتركية هالشكل، تحقق الصوت. بس لما تدقق فيه حتى بالإنجليزي اللي إملاءه أصله لاتيني ما يحط لك حرف فارغ من صوت مزجي، يحط لك صوت ها له علاقة بالأسنان وراها ينفخ نفخة. إذا حقق لك نفخ بالهاء ومع السي، وهذه السي الله هذه السي، هذه السي باللاتينية بروحها كانت تنطق مثل الكاف، اللي هي نفس كاف التأنيث، اللي هي نفس الكاف اللي مالت كبد وغيرها. فلما صوت ك ك صوت حلقي مع دفة هواء بالهاء اللي هو الاتش ك، نفس الإحساس مقارب، إنه صوت يحبس هواء وراها صوت يدف هواء، هذا صوت يحبس هواء وراها صوت يدف هواء، فيعطيك التش. يعني مثل ما صار عند الأوروبيين إنه جاب لك صوت يحبس هواء وصوت يدف هواء، إحنا الكاف الأصلية العربية مالتنا لأنها عولجت في اللهجات وغيرت صارت مكشكشة بالتاء والشين، وكذلك في ظاهرة لهجوية أخرى صارت بالتاء والسين. يعني مثل ما يصير بالروسية باليونانية بالإنجليزية باللاتينية وبالبرتغالية قبل لا يجون للخليج، عندهم هناك اللي هي البرتغالية لهجة لاتينية بالأصل، تحور من اللاتينية الأصلية، صار في حال مشابه للكشكش. يعني إن اللغة تصير مكشكشة في لهجتها مو شيء جديد، إحنا لغتنا العربية من ظواهر لهجات قبائلها إنها كشكشوا بالكاف. فبعطيك دليل ثاني، يعني شنو تشار باللغة الفارسية؟ تشار، تشار بالفارسي، ترى على فكرة قاعد أحاول أتعلم اللغة الفارسية، أنا الحمد لله لأني ماني عنصري فما أنحرم من جمال أي حضارة، ما أخرب على نفسي، أحترم لين أموت والله يقبلني أدخل الجنة إن شاء الله، لأني ما جننت أحد في أني صرت عنصري على حضارته، أحب وأحترم الكل لين ما أموت، أرتاح وريح. عموما فكلمة تشار باللغة الفارسية يعني أربعة، في مخلل له طريقة في الإعداد بحيث أنه بالأساس تنضاف له أربعة أصناف، اللي هو نوع من أنواع المخلل ما يضاف على الطعام اللي يفتح الشهية، في خل والله في شغلات ثانية ما أعرفها لأنه ما أعرف أنا بالطبخ، بس أنه هو ليش سموه تشار أربعة كما بالكردية على فكرة، لأنه فيه أربعة أصناف. فإحنا بالكويت ما نقول تشار عطني تشار تشار، ما نقول تشا تشا صريحة هالشكل، ما نقول تشا، نقول الكشكشة مالتنا فننطقها جيب أتشار، نطعنها بألف نقول أتشار أتشار. فالتشا اللي بالمنطقة الشرقية السعودية وبالكويت وبالإمارات وبالبحرين وبقطر وقليل من عمان، وكذلك لدى بدو الأردن بدو سوريا وبدو فلسطين
وكذلك العراق، هذه من ظواهر لهجات قبائل العرب اللي جوهم نزحوا من شبه الجزيرة العربية إلى الأردن، أو ممكن العكس، لأن هي أرض العرب بشكل عام. والقبائل لما كانت تدور ما بين كل هذه الأراضي، لأن ما كان في حدود، احنا نتكلم الحين مئات السنين بل آلاف السنين، لأن هذه ظواهر جوية ما قبل الإسلام، ما كان في أرشفة كاملة إلا بالقصيد. وكان بشكل عام تشوف البدوي الأردني يقول تش اتش اتش، ما يقول تشا فارسية ولا كردية، إنما يقول كشكشة عربية. ابن جني واصفها بيتك بيتكش، بس ذكر أن حاذفين الكاف فيكتبها تاوشين بيتش بيتش. جرب التلحين، واللي هي نفس الشنشنة اللي هي مهي بس للعجمان. إنزين، هي كذلك موجودة بالبحرين. فمن ضمن ظواهر لهجات العرب أن في شنشنة اللي هي الشين الصريحة، كذلك في عمان. هي أخبارش وعلومش أحوالش، بس أنه اندمج معها صوت التاء فأصبحت كشكشة. هي هي بيتش بيتش. تخيل الحين أقول تاء وشين وأوقفهم، تخيل أنا أقول بيتش وأوقف التاء وشين شوي شوي، راح يكون النطق غير طبيعي. الحين نسمع بيتش، لا لا بيتش هذه سليمة، بيتش أو أبترها بيتش بيتش، مو طبيعية بيتش خلاص، بس بيتش بيتش ليش أقطعها؟ بس لما مع سلاسة النطق تكون سليمة. أنا متعود أنطقها بسلاسة فما وقفتها عادي. الحين بوقفها، يلا الحين بقول بيت وأسكت ولا أشيل، شوف النطق شو راح يكون غير طبيعي. بيت إش، بس بيت إتش إتش. شنو اللي صار؟ الشين شددت حيل فصارت تخرج مخرج مشابه لصوت التشاء. أنا عندي لوحة فيها مخارج الحروف، بس ليت إني ألقاها. أنا عندي عفيسة، ليت أنا كنت مرتب عندي أوراق. عندي قبل رسمة فيها مخارج الحروف. عموما فمخرج الشين عند الصفة الأمامية للأسنان، هذه الصفة الأمامية للأسنان، وهذا الحلق، وهذا اللسان. الحين زين، هذا اللسان وهذا الفم، هني الشين، التاء هني. فلما تقول بيت ضغطت اللسان هني وراها طلعت هني شين بيتش اتش، فظهر صوت التش، ظهر صوت التش. هني حرف التي، عفوا هني صوت التاء. لحظه خليني امسح. شوف هذا السن العلوي، هذا السن السفلي، هذا اللسان، هذا الحلق، الحين السقف اللثه. هني تاء، جرب قول تاء تاء تاء، تلقى فوق صفة أسنانك الأساسية، بعدين يقول ش هني شين. فأنت لما تقول بيتش شوف انكبس اللسان، اللسان الحين لما يقول حرف التاء، خلنا أرسمه بالأحمر، الحين لسانك تسدد هني علشان يقول حرف التاء، بعدين على طول بسرعة بيروح للشين، فبهذه المنطقة بالتحديد يجي صوت التش بيتش. بال ظاهرة اللهجوية الأخرى اللي هي السين، شو يصير؟ الأسنان عشان تقول السين لازم تضغط أكثر، لأن السين غير منقوطة. السين ما هي نفس الشين منقوطة، السين أدق والهواء اللي يطلع من حرف السين مسدد أكثر. فشو يصير في صفة الأسنان بحرف السين؟ تتقرب، يتقرب الفك، الفك يسكر أكثر، يسكر أكثر ويخلي صوت الهواء يكون مسدد أكثر. فهني تطلع نفس اليونانية اللي هي تافوزيتا، اللي هي بيتتس. شوف تا
تاء وسين. هذه ما ولدت لنا الكشكشة والظاهرة اللهجوية الأخرى من لهجات السعودية والكويت وسائر الخليج، فهي مو تشا فارسية. ولما تجي على القاف انها قا، هذه القاف التميمية، وهي والقاف هي من حروف الإظهار، القاف العادية، القاف العربية الفصيحة القرآنية، قالوا وقلنا وقمر، هذه من حروف الإظهار. العامية التميمية اللي يسمونها كذلك البدوية تكون من حروف السكت اللي هي قا وقلنا وقبيلة. شوف حرف من حروف السكت اللي هو الكاف، قول كا كا كا، شفت مكان الكا، مخرج الكا من الحنجرة، قول قا، قول كا وراها قا، شوف المكان قريب وراها، قول قا، راح المكان أبعد شوية. فالقا تظهر تظهر تظهر، القاف القرآنية تظهر تظهر تظهر، أو بالأحرى تقدر تقول حتى يعني الهاشمية. رغم أن بعض من اللغويين وصفوا من لهجات مكة القديمة القاف التميمية، وبديهيا كانوا من أهل تميم في مكة، فكان في موسوعية في لهجات العرب. لما نزل القرآن الكريم ضبط كل لهجات العرب وأعطى للعربية نموذجا موحدا رسمي، فقننت العربية بالقرآن الكريم. ولكن قبل القرآن الكريم كل الظواهر اللهجوية الأصيلة البدوية اللي عندنا هذه هي موجودة، اللي هي الكشكشة، اللي هي القاف التميمية موجودة، وهي من لا إله الله، من الحروف الغير مستنكرة في اللغات السامية. رغم أن حالة العربية كلغة سامية حالة مميزة، ولكن تشملها الأسرة السامية بشكل عام، يعني مقاربة للسامية. إيه؟ وفي من العلماء اللي قالك لا، هي مرة واحدة عائلة بروحها منفصلة، ولكن لا تنفك جذريا من الساميات. فالقاء موجودة بالجنوب وموجودة بالشمال وموجودة بالشرق وبالغرب في سائر شبه الجزيرة العربية. إذن في سائر شبه الجزيرة العربية ولغاية هذا اليوم صوت القاف التميمية قا تسمى بالتميمية، ولكن هي ليست حكرا يعني على قبيلة عن أخرى، ولكن عرفت بهذا الشيء، ولكن موجودة في مختلف القبائل يعني وليست يعني تميم هي السابقة بذلك، ولكن برزت بها. مثل من ظواهر لهجات تميم قلب الجيم إلى ياء. يعني الحين مثلا خلصنا من سالفة الكشكشة اللي هي الصوت المزجي ما بين التاء والشين، خلصنا من سالفة القاف أنها تكون قاء اللي موجودة في الكويت ومختلف دول العالم العربي مو بس الخليج، كذلك نأتي أخيرا على الجيم والياء، قلب الجيم إلى ياء. في ناس يحسبون أن قلب الجيم إلى ياء بالكويت فقط لا غير، رغم أنها موجودة في البحرين، موجودة في الإمارات، موجودة في اليمن. في ناس يتفاجئون ويقول لا وين جنوب جنوب، هي ظاهرة منتشرة، ليه تظنون أنها محبوسة بالشمال؟ موجودة في قطر والإمارات وعمان واليمن والبحرين والسعودية. إذن قلب القاف إلى ياء ذاكرها الإمام ابن منظور في لسان العرب، وذكر مثال قبائل عربية كانت تسمي شجرة شيرة وتصغرها شييرة. واجد ناس في التعليقات ضحكوا، جبت لهم المصدر من لسان العرب، شافوه ضحكوا أكثر، قالوا الله طلع كلامنا عربي. أنا أستغرب أن الناس يتفاجئون أن عرب بأرض عربية ويتكلمون عربي. أنا ما أدري ليش يندهشون أنهم يتكلمون عربي، البعض يعني من المعلقين اللي في شبه الجزيرة العربية، ولا أقصد دولة محددة،
بعض من الشباب اللي تربى على العربية النموذجية، العربية المعيارية، العربية سبيستون، اللي مع احترامنا وحبنا للسبيستون، ولكن هي عربية أطفال ومسطحة، شيء منطقي يعني، ما تحط أنت عربية معقدة للأطفال، ولكن هو انحبس في هذه المرحلة التعليمية ولا استزاد. ولكن لما تشوف الكلام العربي بالجاهلية أقوى من كلام المسلسلات الوثائقية، فالعربي ما كان مثلا يتكلم نفس اللي بالتمثيليات، كان يقول ما وراك، يعني وراك. في ناس الحين تقول ليه هذا يقول شنو وراي، أنا وراي شيء، يقعد يضحك ينكد. العرب كانوا يسألون عن وضع الشخص في أنه يقولون له ما وراك ما وراك، ومع الوقت تنحت الهمزة ما وراءك ما وراك، فصارت حتى ما خلصت صارت وراك، وراك ما تجينا، يعني ليه أنت ما تجينا، شنو اللي وراك من عمل من مسؤولية من شيء عطلك عنه، يعني هات عذرك عشان أعذرك أنك ما زرتني. مو كل واحد يجي تقعد تشرح له، خلاص القطوا افهموا. فالمجتمع قال خلاص احنا راح نلقط السالفة ونفهمها، فالمجتمع فهم وراك. يجي مجتمع ثاني يستغرب هذا الشيء، لأن العرب اللي بالجاهلية اللي كانوا يقولون ما وراك، في عرب ثانيين في الجاهلية ما كانوا يقولون هالتعبير. إذن مثل ما كان في الجاهلية عرب عندهم تعابيرهم الخاصة وعرب ثانيين عندهم تعابيرهم الخاصة، نفس الشيء هو الآن بالحاضر. وبالقرآن الكريم قننت العربية، وبعدها أتت العربية المعيارية اللي حذفت للأسف الكثير من الكلمات العربية الأصيلة حتى الموجودة بالقرآن، وحصرتها بشكل نموذجي رسمي تشوف مذيع النشرة الجوية يتكلمها. مثل لما أقول عندي واجد، واحد مثلا سألني عندك سيارات، أقول إيه عندي واجد. أتحدى لو من رياض الأطفال إلى الجامعة أكتب واجد ومعلم يقول لي أنت صح، كلهم راح يقولون لي أنت غلط، رغم أن واجد موجود جذرها في القرآن الكريم، هي على وزن فاعل من كلمة الوجد، والوجد كما ذكر في القرآن الكريم وجدكم. ما هو الوجد؟ الوجد ما أنت تجده من ممتلكاتك، الممتلك اللي عندك أنت موجود، فهو الوجد اللي هو ما أنت تحوزه من بيت من مال من حلال من خير. فأنت إن كان عندك وجد ممكن تتزوج، لأن يعني عندك وجد، فإحنا نخليه على وزن فاعل ونقول واجد. باقي العرب من مختلف القبائل يقلبون الجيم إلى ياء فيقول وايد، وفي اللي بشبه الجزيرة العربية كذلك وكذلك بالخليج اللي يقولون وقد، تصير الجيم قا. وكذلك ظاهرة أخيرة أختم بها موجودة بالكويت وبالسعودية مختلف المناطق، وهي قلب القاف إلى جيم، وهي ظاهرة ذكرها ابن جني ومذكورة لدى مختلف اللغويين في قديم الزمان قبل جية العثمانيين، وهذه الظاهرة موجودة، هي قديمة جدا، اللي هي شنهي القاف تقلب إلى جيم، هذه من ظواهر لهجات القبائل. فمثلا شنو يعني هذا الحيل اللي بكتبه؟ هاي المعاجم شنو يعني؟ يعني شيء قديم؟ طيب يا المعاجم، إذا أنا شددت الدال ووضعت عليها فتحة، يا المعاجم إذا هذه الكلمة حطيت عليها شدة وعليها فتحة كذلك، إذا هذه الكلمة حطيت عليها شدة وفتحة، شنو يعني يا المعجم الوسيط؟
شنو يعني هذه الكلمة يا لسان العرب؟ شنو يعني هذه الكلمة يا المعجم الوجيز؟ فإذا الوسيط والوجيز ولسان العرب، هذه الكلمة في حال الشدة والفتحة، في حال الفتحة المشددة والدال. قدام، دال مشددة عليها فتحة، قدام. قدام يعني ما هو أمامك، قدام. مقدمة، تقدم، قدمة. قدام يا معاجم اللغة العربية يعني شنو؟ شد عليها فتحة يعني شنو يا معاجم اللغة العربية؟ يعني ما هو أمامك. طيب لما أنا أقول مثلا مع ياء الملكية، أنا أتكلم وأقول قدامي مع الشدة، نعيد ونكرر مع الشدة. هاي المعجم الوسيط، هاي المعجم الوجيز، هاي لسان العرب، لما الدال تكون مشددة وعليها فتحة. غير، غير عن كلمة القديم، غير، هذه غير عن كلمة القديم لأن عليها فتحة وشدة باللغة العربية. إذا غيرت التشكيل يختلف المعنى، مثل قدر وقدر، ها. فهذه الحين في حركات غير، ها. شنو يعني قدامي باللغة العربية الفصحى؟ قدامي بتشديد الدال يعني ما هو أمامي. إذن لما في لهجات شبه الجزيرة العربية من العراق إلى أقصى جنوب شبه الجزيرة العربية، يعني كل شبه الجزيرة العربية على الصوب الساحلي، إن قلت قدامي بتشديد الدال، قلبت القاف بالجيم، الكل يفهمك أنك تتكلم على ما هو أمامك. كما كنيت نبي الله محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أبو القاسم، فأبو قاسم، قاسم بالقاف. إحنا اللي اسمه محمد، واحد عندنا من عيالنا اسمه محمد، والله رزقه وتزوج، والله رزقه بولد، شنو نكنيه؟ نقول له يا ابو جاسم، يا ابو جاسم. احنا اللي عندنا اسمه محمد نقول هذا ابو جاسم. في ناس يبترون ألسن القبائل ويقضب لك العربية النموذجية وينسى ان للقبائل مميزاتها اللهجوية. احنا لان نبي الله محمد صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم ابنه الذي توفى رحمه الله اسمه كان قاسم، وتوفاه الله وحزن عليه نبينا صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم، كان قاسم. فاحنا صرنا نسمي اي شاب عندنا اسمه محمد ورزق الله بولد نكنيه انت ابو جاسم. حفظنا هذا الشيء. فمو جاسم انه مجسم من اصل قاسم، ولكن في المناطق الساحلية لشبه الجزيرة العربية من الناحية الشرقية، مثل ما كل الوطن العربي عنده ظواهر لهجوية، هم احنا عندنا ظواهر لهجوية. من ضمن ظواهرنا اللهجوية ان القاف تصير جيم، فقاسم اصبح جاسم، وقدر، قدر الطبخ صار جدر، جدر، الجدر اللي يطبخون فيه الجدر. وقدام بتشديد الدال كما مطابقا للمعاجم العربية بأن قدام بالدال المشددة المفتوحة يعني أمام، أصلا نقول جدام وجدامي. وقبل كانوا يقولون جديم يعني قديم، بس هذه راحت. وكانوا كثير من الكلمات اللي فيها قاف يقلبونها إلى جيم بسبب المدارس و المناطق السكنية
تصاهرت وتقولبت اللهجات في سمات مشتركة، فكل لهجة ولهجة أعطت وخذت من الثانية. ففي ناس كثار يحسبون أن اللغة العربية الفصحى تموت، وهذا غلط. بالعكس، أصل المدارس قربتها أكثر للنموذجية، قربت كلام الناس للعربية النموذجية فعلا. فالعربية الأكاديمية المدرسية المعيارية بالعكس هي اللي تتغذى وتقوى أكثر من لهجات الناس. دليلك، كلم أي عائلة قول لهم أبسلم على جدكم ولا جدتكم، اسمع كلامها وقارنه بعيالها ثم أحفادها، بتقول في مسافة، في اختلاف. دائما تلقى الجدة أو الجد عندهم موسوعية أكثر في لهجة قبيلتهم هم. تلقى العيال شو اللي صار، صاروا ينحدون إلى العربية النموذجية. هذا عادي، هذا يحصل في كل زمن يعني، ولكن الصفات الأساسية ما تروح. كلمات تروح وتجي، بس صفات أساسية مثل سالفة الكشكشة إن الكاف تصير تاء وشين صوت دمجي، أو كما في غرب شبه الجزيرة العربية يشمل بذلك السعودية في نجد وفي القصيم البعض وليس الكل بأن تاء وسين صوت مسجي، هذه ما تروح بسبب المدارس، ما تروح. إنما تخف نوعية الكلمات القديمة. بعدين بسبب الحياة المعاصرة والتكنولوجيا حتى احتياجاتنا صارت تشبه بعض. يعني أهل البحر ما عاد إنهم بحر بحر، ولا أهل البر إنهم بر بر، خلاص المدن سكنتهم جنب بعض، صاروا جيران بعض. فصارت هذه الأمور اللي كانت ضرورة للحياة أصبحت هوايات وتراث يحفظ وليست ضرورة. يعني الكلمات البحرية الكويتية كثير منها اللي راح. أصلا لو تسمع الأغاني الشعبية البحرية وكذلك البدوية البرية تلقى عيالهم اللي يغنونها ما يفهمون الكلمات، لأن انتفت الحاجة. ولكن الشاطر بالأجودي هو اللي يحفظ هذا العلم، ولكن ما يكفي الحفظ الشفوي، المفروض أنه يكون كتابي. فإذا كل اللي تلقاه بلهجات الكويت هي اللي بالسعودية، وتلقى بالزبير المنطقة المشاركة ما بين الكويت والسعودية والعراق في تشابه. بس مو بنفس قوة تشابه الكويت بالسعودية، ولا أقول هذا كنوع من الابتعاد عن العراق، لأن هذا غباء. العراق ما يقدر أي بلد حول العالم، مو الوطن العربي مو الخليج، الانفكاك من أصالة العراق الحضارية. ولا أقول هذا دبلوماسيا، لأن ببساطة أقدم حضارة يا أخي، أقدم حضارة أكيد بتتفرع منها كل الحضارات الثانية. يعني أنت الحين تتكلم عن أقدم حضارة بالتاريخ، بديهيا كل حضارة ثانية تفرعت منها. وأختم بهذا المثال الظريف باللغة الأكادية، كبو بالأكادية يعني حرق، كبابو بالأكادية يعني يصطلي على النار. فماذا تتوقع كلمة كبابو باللغة الأكادية؟ بشوف أنت تعرف أكادي بهذه الكلمة ولا ما تعرف أكادي بهذه الكلمة بالتحديد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.